تعرضت سانتو دومينغو وهي عاصمة جمهورية الدومينيكان وواحدة من أقدم المدن في منطقة البحر الكاريبي إلى فيضانات خطيرة جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد حاليا وإعلان حالة الطوارئ في البلاد بعد وفاة 21 شخصا خلال 48 ساعة الماضية جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت في سيول كارثية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، وكما تشاهدون الآن حيث تواجه البلاد كارثة كبيرة بسبب الفيضانات، ويشهد العالم هذه الأيام تغيرات جوية غير معتادة ترجع إلى الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية. فخلال الأيام الأخيرة شهد العالم ارتفاع في درجات الحرارة وفيضانات هائلة تضرب أجزاء كبيرة من الدول وفيضانات جارفة أدت إلى انهيار المنازل وانقطاع الكهرباء. تسببت بها الأمطار الغزيرة التي هطلت بدون توقف في جمهورية الدومينيكان وتواجه البلاد كارثة كبيرة بسبب الفيضانات التي تسببت في وفاة 21 شخصا، وتشهد البلاد حالة جوية غير مستقرة ورياح عاتية تتخطى سرعتها 220 كيلومترا في الساعة، حيث شهدت مناطق متفرقة أمطار رعدية غزيرة غير مسبوقة تجاوزت 450 مليمتر تسببت في سيول جارفة وفيضانات شديدة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في الشوارع وحولت الشوارع إلى بحيرات وغمرت العديد من السيارات والمحال التجارية والمنازل، حيث فاقت نسبة هطول الأمطار القدرة الاستيعابية لشبكات تصريف المياه، كما تسببت الرياح القوية التي وصلت إلى 220 كيلومترا في الساعة لسقوط اللافتات وتدمير بعض المنازل والسيارات وإثارة الفوضى والفزع، وأوقفت حركة المرور بعد أن غمرت المياه ملايين المنازل، كما أدت لاقتلاع الأشجار وانقطاع الكهرباء وأدت لأضرار بالغة بالمنازل والممتلكات، حيث حذر المركز في وقت سابق من أمطار غزيرة وربما سيول وانهيارات طينية تهدد الحياة بالخطر في كل من جمهورية الدومينيكان وشمال هايتي، كما سيبدأ تأثير الأمطار الغزيرة على جنوب وشرق ووسط فلوريدا في وقت متأخر. وشهدت أمطار غزيرة مصحوبة بحبات من البرد أدت إلى تدمير عدد هائل من السيارات وخسائر مادية وبشرية كبيرة، وتسببت باضطراب في الحركة المرورية وأجبرت آلاف الأشخاص على النزوح واللجوء لأماكن آمنة، ولا يزال حوالي 100,000 شخص يقيمون في الملاجئ بعد عمليات إجلاء جماعية، كما أدت إلى انهيارات أرضية وتدمير عدد هائل من الجسور والطرق في المدينة التي قطعت حركة النقل الداخلي، ووقوع جسر تسبب في تدمير عدد من السيارات في المدينة وجرفت السيول العديد من السيارات والمنازل وتم إلغاء بعض الرحلات الجوية، وقام رجال الإنقاذ بأكثر من 150 عملية تدخل لإنقاذ أشخاص، ومن المتوقع استمرار تأثر البلاد الحالة الجوية غير مستقرة واتساع رقعة السحب الرقامية على أجزاء مختلفة من البلاد التي تتمثل في هطول زخات من الأمطار يصاحبها حدوث عواصف رعدية ونشاط للرياح الهابطة مع زخات من البرد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية وتشكل السيول، وطالبت السلطات من الناس التحلي بالصبر لأنه سيتم تحرير حركة المرور بعد تحليل الوضع، حيث عانت الدومينيكان من خسائر بشرية ومادية خلال الأشهر الماضية بسبب الفيضانات الشديدة، وتم إعلان حالة الطوارئ بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية. حيث تتعرض منذ أمس إلى موجة من الطقس السيء أدت إلى فيضان الأنهار وسيول جارفة اجتاحت الشوارع وعطلت حركة المرور وجرفت عدد كبير من السيارات، ويتوقع خبراء الأرصاد استمرار هطول الأمطار الغزيرة لتغطي معظم أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة. Ese fue el lodo. ¡Ey, ey! ¡Ay, ay, mi madre! ¡Lo salva vida! ¿Dónde está la casa? ¿La casa es para pensar? ¿Dónde está la casa? 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 ¿Dónde está la casa?
ella se queda de aquel lado. Sí, pero la manda allí. Ahora, increíble, gente. En la cabaña de Gelo hay gente, señores. Compartan este video, llueve hielo en San Juan, miren. Voy a salir para que vean. Miren cómo está lloviendo hielo, miren. Hielo llueve en San Juan, miren. Ay, mi madre, miren. Miren el hielo, miren. Está lloviendo hielo. Hielo llueve en San Juan de la Maguana, mírenlo ahí. Que no es mentira, miren. Está lloviendo hielo en San Juan, miren. Hielo, hielo, llueve hielo en San Juan de la Maguana. El diablo me dio uno ahí. Compartan este video. Está lloviendo hielo en San Juan, miren. Hielo ahí, miren. Hielo, llueve. Miren la calle como está llena de hielo. Está llena de hielo la calle. Miren. Llueve hielo. Está lloviendo hielo, ay, mira, mira, mira. Ay, mira, mira, mira. Ay, mi madre, mira cómo está eso ahí. Mira la calle que está llena de hielo. Está lloviendo hielo, perdona. Es hielo que llueve, mire. Hielo, llueve hielo. Está lloviendo hielo. Mira por ahí. Hielo, hielo, llueve. En San Juan llueve hielo, mi gente. Compartan el video que está lloviendo hielo. Está lloviendo hielo. كما تم التنبيه على المواطنين بغرز الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والفيضانات والبرق والأماكن المنخفضة وأخذ الاحتياطات اللازمة والاهتمام من العواصف والصعود إلى الأماكن المرتفعة حيث أنه من المتوقع استمرار الاضطرابات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الأيام القادمة وهبوب العواصف الرعدية القوية مع تشكل الأمطار والبرق.